توزعت ما بين الابكار والجعدان المحليات والمهجنات الاصايل. على بركة الله مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، ينطلق ثاني اشواطي هذا اليوم، ويعتبر اول اشواط الابكار اللقاية المهجنات الاصايل. نسير مع هذه الاسماء وننطلق مع هذه الصدارة. ضبا غانم بن راشد من ياتي على الصدارة، بن ياهور المنصوري، وينطلق مع صدارة هذا الشوط. بينما اللي في المركز الثاني تاتي مشكورة لعبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي، يتواصل على ثاني المراكز. والمركز الثالث اللي وصلت هنا العصرية عبد الله بن احمد العود الرميثي، وصل على المركز الثالث. بينما دخول هنا على المركز الرابع من اليازي للسيد سعيد بن محمد الكليلي، يتواجد على المركز الرابع. نقلتنا مباشرة هنا الى المركز الخامس. وصلت في هذه اللحظات العفريتة محمد بن عيسى ابو علام القبيسي، لوصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. بينما النقلة الى سادس المراكز غيارة مصبح بن سيف آل علي، هو من يأتي على المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز القادمة هنا مشاهدين الاعزاء الضبية لسالم بن سعيد بن راشد المهيري، وصل مع الضبية. والمركز الثامن الوصول من قمرية محمد بن خليفة بن طوار الكواري، يقدم قمرية على المركز الثامن. تاسع المراكز الشرود عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري، وهنا القادمة في هذه اللحظات اللي وصلت جمهرة محمد بن حليس العويسي، وصل مع جمهرة هنا في هذا الشوط على المركز العاشر. بعد العشر المراكز الاولى اسماء قوية وعملاقة منطلقة للبحث عن الفوز والانتصار في عاصمة الميادين. اعود الى صدارة، اعود الى مقدمة هذا الشوط. الاسم الاول ما زالت هناك اللي هي ضبا، ضبا غانم بن راشد بن ياهور المنصوري، ما زال يقدم ضبا على صدارة على المركز الاول. ولكن هنا الانطلاق، هنا التحدي. اليازي وصلت، سعيد بن محمد الكليلي من يقدم اليازي اللي بدأت تغير من مركز الى اخر. وصلت العصرية على المركز الثالث، ليتواجد ايضا هناك عبد الله بن احمد بالعود الرميثي يقدم العصرية. والمركز الرابع وصلت مشكورة على رابع المراكز، ليتواجد عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي القادم مع مشكورة على المركز الرابع. نقلتنا مباشرة هنا الى المركز الخامس الضبية، سالم بن سعيد بن راشد المهيري، لوصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. بينما المركز السادس الوصول وزن محمد بن مبارك بن سالم الراشدي، وصل مع وزن، وهنا جمهرة محمد بن حليس العويسي يقدم جمهرة في هذا الشوط. ينطلق مع جمهرة، الدخول من الجانب الاخر، الدخول من الجانب الاخر اللي وصلت في هذه اللحظات اللي هي شبلة سعد بن راشد بن سعيد النابت المري، والوصول ايضا من الحذافة عبد الله بن احمد بالشيبه السبوسي، وصل في هذه اللحظات. يا سلام، الاسماء قوية، الانطلاقات مثيرة، اداء رائع ونجومية كبيرة اللي وصلت في هذه اللحظات. يا سلام، الظبي حمد بن احمد بن مايد الخيالي، وصل رجل الامتار النهائية، وصل هنا مع المنعطف الاخير. هذه هي النتيجة، هذه هي الاسماء القوية. ولكن العودة الى الصدارة والعودة الى مقدمة هذا الشوط. العصرية اللي غيرت الصدارة، العصرية اللي خذت المركز الاول، يتواجد هناك عبد الله بن احمد بالعود الرميثي. بدانا نقترب من هذا الكيلو، بدانا نقترب من كيلو الحسم، كيلو الصراع، وصلنا هذه النقطة، الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الاخير. ضبا والعصرية، وينضم الاسم الرائع مع الطيارة، فلاح بن سالم بن علي الغيلاني، وصل هنا مع الطيارة. ولكن الجانب الاخر، غزال مبارك بن عبد الله بن مسهر بن سفران، وصل في هذه اللحظات. والحذافة، الحذافة القادمة. ولكن العودة الى الصدارة، العودة الى الطيارة، الطيارة تحمل الرحلة. الغيلاني
الثاني على المركز الأول ليقدم الطيارة، ولكن الحذافة القادمة عبد الله بن الشيبة بن علي السموسي هنا يأتي مع الحذافة، ولكن من الجانب الآخر شعار بن سفران والاسم القادم الله جمايل عبيد بن محسن بن راشد المري. وصل في الأمتار الأخيرة ليقدم هذا الاسم جمايل، وتجملت جمايل بالفعل. جمايل تبغى تذهب بالسلامات إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، هنا هذه هي جمايل. ومن الجانب الآخر غزالة وجمايل والحذافة ثنائية رائعة وجميلة. خط النهاية بدأ يقترب مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هناك أيضا الحذافة وغزالة والجمايل هي من فازت بالمركز الأول. بينما المركز الثاني هناك مشاهدي الاعزاء مبارك بن عبد الله بن مسر بن سفران المركز الثالث، الحذافه اللي وصلت لسيد عبد الله بن الشيبه بن علي السبوسي، والمركز الرابع الوصول من العصريه عبد الله بن احمد العود الرميد، المركز الخامس دخول جماعي نتركه الى خط ايضا لقله خط النهايه حتى المركز العاشر. بالفعل تهانينا والناموس لأيضا مالك جمايل، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة وأيضا على هذا الفوز والانتصار عبيد بن محسن بن راشد المري، 7 دقائق 48 ثانية 5 أجزاء من الثانية. المركز الثاني كانت هناك غزالة لمبارك بن عبد الله بن مسر بن سفران، قطعت المسافة بنفس التوقيت 7 دقائق 48 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت الحذافة عبد الله بن الشيبة بن علي السبوسي، قدمت عرض رائع وجميل ايضا من خلال هذه المنافسة لتاتي ب7 دقائق 48 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.